الحقيقة بأنه لكل مقال مقام، لكل مقام مقال، وهذا الأمر في طياته الكثير من الأبعاد. بمعنى هناك قاعدة في ما يتعلق بمهارات الخطابة: لا تنطق بلسان غيرك. إذن هناك رد يجب أن يطاق بالاعتماد على بعض المعطيات، يجب أن لا نعتمد على هذه الكلمات التي يمكن أن تقدمها لنا جوجل أو يقدم لنا أي موقع للرد على أي نوع من المكالمات في حال كان الشخص هناك في إجازة أو كان مساعد على العمل لسبب من الأسباب. وبالتالي عليك أن تصيغ ذلك بنفسك من باب اللباقة والكياسة. إذن هذا الأمر أيضا يتبع في كثير من الحالات إلى توصيفك الوظيفي وموقعك الوظيفي. لا يمكن أن نعمم، لا يمكن أن يكون هناك CEO يبتعد عن عمل ويضع نفس العبارة التي يضعها قد يكون شخص في أدنى سلم الهرم الإداري. أيوة. احترامنا لجميع المواقع الإدارية والمستويات الإدارية. إذن هذا الأمر كما قلنا يتبع واحد اللباقة والكياسة التي يمكن أن تصاغ بها العبارات أو الردود، وأيضا الموقع الوظيفي. طيب. والتوصيف الوظيفي الذي يحمله هذا الشخص. دكتور فراس، يختلف نوع مجال الشركات مثلا تدينا مساحة أكبر للتصرف بحرية. يعني مثلا لو كنت أشتغل في شركة انترتينمنت أو مثلا شركة ألعاب أو شركة تطبيقات مثلا، خلينا نقول تطبيقات أو شيء من هذا القبيل، غير لما نكون مثلا نشتغل في شركات ثانية، شركة نفط خلينا نقول مثلا، أو شركة مجال مختلف. أكيد أكيد هذا الكلام صحيح، وخاصة بأنه قد تكون الردود تحمل بعض من تلك المشاعر، وهذا الأمر منصوح به. دائما نتكلم عن الذكاء العاطفي في أي نوع من الأعمال. إذن قد تحمل تلك العبارات في طياتها بعض من تلك المشاعر. أو أيوة. على سبيل المثال، عندما يكون شخص في قطاع الصحي أو الطبي، قد يكون بأنه كن آمنا، ابقى آمنا، وأعود لقاء لاحقا، وهكذا دولي. بدون شك أن أي نوع من الأعمال تختلف الردود ضمنه باختلاف، كما قلنا، أعود للتوصيف الوظيفي والموقع الوظيفي، وهذا الأمر يتضمن القطاع الذي يعمل به الشخص. إيه. طيب، يعطيك ألف عافية يا دكتور، وإحنا في النهاية نتمنى السلامة للجميع، سواء من أحد العاملين في القطاع الطبي أو من أي قطاع. شكرا جزيلا لك من دبي، المستشار في التنمية البشرية والتطوير الإداري الدكتور فراس النائب، يعطيك العافية.